تعالوا بقى نشوف سيحنا الزبدة وطلعت بالشكل ده ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده انا كنت بسيح زبدة وقلت اوريكم الخطوات بتاعة تسيح الزبدة يعني، ونبقى عارفين امتى نطفي عليها وامتى تكون اتسيحت. وهنشوف معانا دي زبدة بقري زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في هي لسه ما اتذبتش كلها، في جزء هنا برضو لسه زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا اسيحها معاكم، وانا برضو مش معلية عليها النار قوي يعني، موطية شوية علشان تستوي كويس. كتير جدا من الناس بيقولوا ان السمنة لازم ما نسيحهاش، ما نعليش النار عليها علشان تبقى على مهلها. ده كده كان شكلها قبل ما ابدأ فيها. دول 2 كيلو، هسيبهم بقى كده على نار متوسطة. طبعا الوش ده طبعا بيبقى في الاخر هو بيبقى المرجة او المرتة زي ما بتقولوا عليها. ده شكله كده. بتفضل طبعا ان هي تفور تفور وتطلع اي مية فيها واي حليب فيها يطلع منها، وبعد كده بتبدأ ان هي تتحول لسمنة. طبعا بنحفظها عادي بره التلاجة او جوه التلاجة زي ما انتوا عايزين. اهم حاجة ان احنا نتأكد ان اللبن بتاعها كله اتبخر منها علشان طبعا ما تعفنش، ونبقى متأكدين ان هي اتبقت معانا سمنة بس، بتعيش عادي بالسنة وبالسنتين. انا بحب بصراحة ان انا يعني اطلع على قد استعمالي، يعني مثلا اسيب 0.5 كيلو بره التلاجة وبعد ما يخلص اطلع الباقي اللي انا مسيحاه من التلاجة. مش بحب اسيب الكمية كلها بره التلاجة، يعني شوية وشوية زي ما انتم شايفين كده هي بتغلي. نبدأ كده كل شوية نقلب فيها علشان المرجة ساعات بتبقى تحت، نقلب فيها كده كل شوية. وطبعا في انواع من الزبدة بتفور واحنا بنغليها، وفي انواع تانية مش بتفور. انا مش عارفة بصراحة دي هتبقى انهي فيهم، بس كده انا معاكم كده بالخطوات. هسيبها شوية تغلي زي ما انتم شايفين. طبعا هي مطلعة بخار لو واضح عندكم، ده كده بيبقى اللبن الزيادة اللي فيها. هسيبها شوية وهرجع لكم ووريكم وصلت لإيه. زي ما انتم شايفين كده هي بتفور شوية، ده طبعا عادي ما فيهاش اي حاجة تخوف. عادي ان انواع من الزبدة تفور كده وهي بتسيح، وهي بنحولها لسمنة يعني. طبعا في ناس بتبقى تضيف عليها بعد ما هي تتحول لسمنة بيضيفوا عليها شوية من الزيت علشان في الشتاء يعني ما تبقاش تقيلة، وهما بياخدوا منها تبقى خفيفة شوية ومرملة. بس انا مش بحب الخطوة دي يعني، علشان ساعات ببقى عايزة اخد مقدار سمنة معين فما بقاش عارفة ان هو متضاف عليه زيت. هسيبها كده هي بتفور، بس مش بتفور قوي يعني. اهم حاجة واحنا بنسيح سمنة ان احنا نحط الحاجة في حلة كبيرة شوية. انا عاملاها في حلة كبيرة علشان لما تفور او اي حاجة ما تكبش السمنة، ما تتكبش من الحلة، وطبعا نحافظ عليها. دي انا جايباها الكيلو ب220. طبعا زي ما انتوا عارفين السمنة غليت جدا. زي ما انتوا شايفين كده هي وقفت الفوران وبدأت ان هي تستوي معانا. نقلبها كده كل شوية ونطلع المرجة من تحت. هقلبها كده شوية وهرجع لكم تاني. كده الطبقة البيضة اللي كانت فوق كلها راحت منها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وقربت ان هي تتعمل. طالما بيطلع لنا المرجة كده على الوش شوية، طبعا بتتكون كلها المرجة على الوش وبعد كده بتسقط تحت في الحلة، بتبقى خلاص استوت. اول ما بنلاقي الخطوة دي وبنلاقي ان لونها بيتحول لشفاف وان احنا شايفين المرجة فيها وبيبقى لونها صافي شوية عن كده، هنسيبها شوية لحد ما تكمل معانا. انا بوريكم كل شوية خطوة بخطوة علشان تشوفوا بتوصل لايه. كده السمنة خلاص قربت تخلص دقايق وهنطفي عليها. زي ما انتم شايفين كده لونها طبعا اتغير عن الاول، وانا برضو بقلبها بالمعلقة كده المرجة تركزت تحت
وبرده اللي على الوش ده مرجة لسه برده هينزل تحت زي ما انتوا شايفين كده. المرجة اتركزت تحت بالشكل ده، هي خلاص يعتبر كده خلاص خلصت. هسيبها بس كمان دقيقتين وبعد كده هطفي عليها. ريحتها حلوة جدا، لازم لما نيجي نشتري سمنة نتأكد ان احنا جايبينها من الفلاح او الفلاحة، لازم تكون اصلية لان في انواع كتير جدا مضروبة. خلاص كده هي لونها بقى يعتبر شفاف، انا شايفة قطع المرجة اللي بتتحرك وهي بتفور كده، خلاص هي استوت معانا. هبدأ ان انا اطفي عليها وبعد كده هوريكم شكلها. هسيبها الاول تبرد خالص وبعد كده هحطها في العلب، هحطها في علبتين، واحدة هخليها في التلاجة والتانية هخليها بره التلاجة كده. خلاص انا مش عايزة المرجة تتحرق قوي، زي ما انتوا شايفين كده لونها فاتح. اللي عايزها تغمق شوية يسيبها شوية، وبعد كده هوريكم المرجة اللي تركزت تحت حجمها قد ايه. بس كده زي ما انتوا شايفين كده ما بقاش فيه اي بخار طالع منها، كده معناه ان كل اللبن اللي فيها طلع واتبخر وما فيهاش اي ميه. كده خلاص بقى كده هي استوت، نطفي عليها واحنا مطمنين ان مش هيحصل لها حاجه. حتى لو ركناها بره الثلاجه مش هتعفن او يحصل لها اي حاجه. هسيبها بقى تبرد بقى وبعد كده هنقلها في البرطمانات واوريها لكم بعد ما تسقع برضو شكلها هيبقى ايه. ده كده شكل السمنة بعد ما بردت، هفضيها وهرجع لكم تاني. ده كده شكلها، حطيتها في برطمانات عندي بلاستيك طبعا بعد ما بردت، عشان غلط ان احنا نحط حاجة سخنة في الحاجات دي. عملت معايا كمية دي يعتبر هما الاتنين كيلو، لما غلوا وكده مثلا بقوا 2 الا ربع، يكونوا زادوا مثلا 300 جرام او كده. ده شكلهم ما شاء الله. انا حطيتهم في علب بلاستيك عندي، هبدأ ان انا اخلي واحدة للاستعمال والتانية اشيلها في التلاجة. وده كده شكل المرجة معانا زي ما انتوا شايفين كده. المرجة دي بقى بتبقى جميلة جدا لو عملنا فول او بيض او لو حتى كلناها كده، زي ما انتوا شايفين شكلها بصراحة بيبقى طعمها جميل جدا. بس كده ده كده كان الفيديو معانا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.